اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من الاخبار على طريقتنا. حلقه جديده اليوم واخبار جديده معنا، رح نبداها بخبر هز كل مواقع التواصل الاجتماعي واستحوذ على مساحه كبيره من نشرات الاخبار التلفزيونيه. شو هو الخبر؟ تسريب المعلومات الشخصيه ل 50 مليون مشترك على فيسبوك. تسريب المعلومات الشخصيه ل 50 مليون مشترك على فيسبوك، على اساس المعلومات الموجوده على فيسبوك كتير شخصيه وكتير تسرب، ما انا محطوطه على المفضوح. بس عم بيقولوا انه هيدا الشيء قلب نتائج الانتخابات الامريكيه ويمكن ساهم بالبريكزيت، اي بريتين اكزيت، اي خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. طيب كيف ممكن يكون صار هيدا الشيء؟ بالتفاصيل اليوم انت حاطط كل معلوماتك الشخصيه على فيسبوك، من اسمك لتاريخ ميلادك لمنطقه سكنك، لوكيشن وين بتروح وين بتجي، تشيك ان، اصحابك مين، مين الكراش، شو بتاكل، كم مره بتفوت على الحمام، رايك بالاحتباس الحراري، رغم انه ما حدا سالك عن رايك بالاحتباس الحراري اصلا، ما حدا عمل لك لايك عليه للبوست. يعني بالاساس انت ناشر غسيلك وغسيل اهلك وغسيل حريمك على فيسبوك. فاي تسريبات لا وضجه ياي شي بيفاجئ، والشركة عم تخضع لتحقيق ومليارات الدولارات خسائر. والله شو مثل واحد ناشر باردون يعني لمواخذة كيلوتو على بالكون على الطريق العام، ومرق شخص وطلع وشاف الكيلوت، فإجا الشرطة وحبس اللي شاف الكيلوت. انه ما انت ناشره. طيب نحن اكبر من انه نفوت بديباجة هلا انه هو اللي ناشره هو الغلطان هو اللي طلع غلطان. يا خيي هو له حق ينشر وهو تاني له حق يتطلع. فيسبوك اساسا كيف يشتغل؟ ما فيسبوك بيتابع كل تحركاتك، بشوف انت شو بتنشر واللايكات اللي بتعملها، شو بتحب شو ما بتحب، مين اصحابك، وعهيدا الاساس بيحطك انت، بيعملك بكاتيجوري معينه. حتى نحن مثلا لما بننزل حلقتنا اونلاين بنعمل لها اعلان، بنقول لفيسبوك روح يا خيي عند الاشخاص من العمر هيدا للعمر هيدا، روح عند الاشخاص اللي بيحبوا الكوميديا، روح عند الاشخاص بيحبوا الاخبار، بنعملوا سيلكشن كرمال الحلقه تروح لاشخاص تارجتت يهتموا يحضروها. هيدا اسمه اعلان تارجتت. عاده المنصات الالكترونيه شايفه حالها بهالسيستم ومستقويه على التلفزيونات انه انا عندي اعلان موجه، مش مثلك بتحط اعلان ما بنعرف مين بيحضره. فاليوم فيسبوك اصلا اساسا على هيك مبني على معلوماتك. فوين الغريب انه يقوموا اشخاص من حمله ترامب باستهداف الاشخاص اللي كانوا ما بدهم ينتخبوا؟ يعني معلوماتهم بينت انه هن ما رح ينتخبوا ترامب، فالقيمين على حملة ترامب راحوا لهم بفيديوهات يقنعون بترامب. هلا شو المشكلة؟ هم بيقولوا انه حتى الفيديوهات اللي راحت لعند هدول الاشخاص فيها اخبار ملغوطة مش حقيقية. بشكل ما عملوا لهم يعني غسيل دماغ، يعني من ورا فيسبوك شفنا العجايب، غسيل دماغ على فيسبوك، فيديوهات على فيسبوك. انا من ورا فيسبوك تعلمت كتير قصص بحياتي كتير مهمة. يعني لو ما في شيء اسمه فيسبوك اللي هو شيء كتير كتير مفيد، انا كيف كنت رح اعرف كيف بيولعوا نار؟ ايه نعم، وين كان وارد تشوفوا هيك شيء لو ما من فيسبوك؟ مين وارد ينشر هيك فيديو اصلا غير فيسبوك؟ وين كان ممكن تشوفوا أذكى عملية توليع نار؟ وين ممكن تشوفوا أذكى عملية سرقة لو ما من فيسبوك؟ ايه عفيك برافو، بوو خلوة حجر بنص وجهه زكي. هيك خيي قد ايه فيسبوك مهم. اصلا من فيسبوك نحن عرفنا انه تم افتتاح مدرسه لتعليم الحمير بفرنسا، الشاب اللي شبق صاحبه فيك تتسجل فيها اذا بدك، كتير مهم الخبر، افتتاح مدرسه للحمير بجنوب فرنسا. كل المواقع نقلت الخبر، حتى التلفزيونات، يعني اللي تضحك واللي تمسخر واللي تهضمان، انه اكيد نحن رح ننقل الخبر على طريقتنا. الحمير الفرنسوية صار عندها مدرسة؟ نحن عملنا مقابلة مع حمار عربي يعطينا رأيه بالموضوع. مساء الخير يا فندم، ممكن ناخد من وقت حضرتك دقيقتين؟ الجيزي عايزة ايه؟ ورايا شغل.
شكرا جدا على ذوق حضرتك. في خبر النهارده بيقول ان في مدرسه في فرنسا لتعليم الحمير، ايه راي حضرتك في الخبر ده؟ مدرسه هما لسه يبتدوا يعلموا؟ ده احنا هنا بقينا اساتذه. غلابه قوي الناس دي. يعني حضرتك شايف ان عندنا في مصر الحمير متعلمه وسابقه البلاد التانيه؟ لما اخذه. بص بقى يا انسه. قال انسه ولا مدام انسه؟ يا حلاوه، ما تقولي كده من بدري. بص بقى يا عسل، اللي ده لحمنا نقول له يا عمنا، ما تجيبي رقمك. قالت له الحمير بقى ليهم مدرسه، قال الحمير عندنا بقوا اساتذه. ذكي هالحمار. بتفهم افهم، ما بتفهم ما تفهم. يلا خدونا بريك. رجعنا معكم بالاخبار على طريقتنا. كنا عم نحكي قبل البريك عن هبل السوشيال ميديا وتحديدا فيسبوك وكميه الفيديوز الغبيه الموجوده عليه. بس دائما ومثل عادتنا بنضوي على كل الجوانب، ان كانت مفيده او غير مفيده، وان كانت بتخدم البحث تبعنا او لا. يعني رغم كل مساوي السوشيال ميديا اللي ضوينا عليها، السوشيال ميديا كمان ممكن تغير حياه اشخاص معينين، مثل ما صار مع عائله كايزلر وود، ولد عمره 4 سنين. في بنت اسمها سيدني بعتت صورتها بفستان لأحد صديقاتها حبة تشتري وعم تاخد رأيها. بالغلط الصورة وصلت لشخص تاني قبل 6 أطفال، وقال لها أعتقد أن هذه الرسالة كانت موجهة لشخص آخر، زوجتي ليست في المنزل لذا لم أستطع الحصول على رأيها، ولكني والأطفال نجدك مذهلة بالفستان وننصحك بشرائه بالتأكيد. وبعت لها صورة لأولاده 5 عاملين لها هيك. سيدني نزلت الكونفرسيشن على تويتر قد ما انبسطت فيها، والناس كلهم تفاعلوا معها. فمن بعد ما انتشر الخبر طلع الاب اللي اسمه توني بفيديو وقال فيه انه واحد من اولاده ما كان موجود معهم بالصوره، اللي هو كايزلر وود، ابنه اللي عمره 4 سنين كان بجلسه علاج بسبب اصابته بسرطان الدم لوكيميا. كل المغردين من بعد الخبر تعاطفوا كتير مع كايزلر وبرشوا له حمله تبرعات، وصل المبلغ اليوم $50,000 أمريكي. وقام من بعد وود بمشاركة طفله بصورة عامل أصبعه هيك من بعد ما انطلب منه ينشر صورة لكايزلر كمان على تويتر. وقال من بعدها كمان البي توني، قال إن ما حدث نعمة أكبر من أن يتصورها أي شخص. هون فيسبوك والسوشيال ميديا فادت توني وفادت كايزلر وفادت هيدي العائلة. قصة رائعة ومؤثرة، بس نحن أكيد ما رح نمرقها على سلامة، لازم نطلع منها كوميديا بالنهاية. نحن مش برنامج اجتماعي، نحنا برنامج كوميدي. طيب تخيلوا اليوم هيدي الخبرية قديه حلوة، كيف كانت هالقصة رح تكمل لو الصورة اللي بعتتها سيدني وصلت بالغلط لشاب عربي؟ تما نحدد يعني عربي، شو كان ممكن يقلها؟ الاحتمال الأول، بعتيلي مصاري أو بنشرها وبفضحك. الاحتمال الثاني، زوجتي مش بالبيت تعي بسرعة. الاحتمال الثالث، أول شيء رح يرن عليها ويقول لها ليكي صوري لي من قدام من تحت، شو لابسة أصلا أنت تحته؟ ليكي متجوزة؟ بتعرفي شو؟ عجبتيني الصراحة، ارتحت لي. نحن دايما بنمزح وبنتمسخر، بالنهاية أحلى وأجدع شباب الشباب العربي، نحن أصلا شباب عربي، فمش ليك نحن بنتسأل على حالنا. شوفوا مثلا هيدا الشاب، هيدا الشاب عمل مشروع صغير مع حاله، بدل ما يسرق أو يشحد طلع بفكرة محترمة وكمان قصته انتشرت على السوشيال ميديا. قول لي وانت بتشتغل بسرعه كده تعمل ايه؟ احنا شركه وتشوبه منتجات غذائيه بقدم لحضرتك. انت كده عملت اعلان على الفيسبوك حلو قوي. انت اسمك ايه؟ انا اسمي خريج ايه؟ انا لسه بدرس. ممتاز. لجأت للمهنه الحلوه دي ليه؟ شغل عادي. ممتاز، برافو عليك، اشكرك. فيما عندك مانع احط لك على الفيسبوك؟ اشكرك. برافو عليك خيي، برافو عليك.
خب النهاية الدنيا عم تصعب علينا أكتر وأكتر، مصاري ما بقى تكفي، ولا مرة مسيت معنا المصاري لآخر الشهر. آخر الشهر أي آخر الشهر خي؟ بتعرفوا أنتوا خريطة البورصة؟ يعني واحد الشهر قبضنا المرتب، اثنين الشهر هبطت الأسهم دغري. تفضلوا شوفوا حالة هالموظف من أول الشهر لآخره كيف بتكون. جارسون؟ جارسون؟ ايه يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ازيك يا جارسون؟ تمام يا فندم، تمام. عامل ايه؟ تمام يا فندم. عندكم ايه؟ اللي تؤمر بيه حضرتك يا فندم. اللي امر بيه؟ اي حاجه موجوده حضرتك. عندكم كباب؟ في كباب يا فندم. حلو، عندكم كفته؟ في كفته يا فندم. في طرب؟ في طرب. حلو قوي الكلام ده. بص بقى، هتجيب لي جوزين حمام، وهات لي نص من كل حاجه. نص كفته، نص طرب، نص. اوكي يا فندم. تمام. مشروب؟ تقوم بمشروب؟ ممكن اشرب ميه. كويس، هات لي 3 ازاز ميه. لتر يا فندم؟ 2 3 3 لتر. حاضر عينيا يا فندم. طب حضرتك اجيب لحضرتك ديزرت بعد الاكل؟ نعم. ديزرت تحلي يا فندم، في تشيز كيك، في مولتون كيك، في كيك. انا بحب الكيك قوي. كيف فندم؟ هات لي كيك، كل الكيك اللي عندك. كل كيف فندم؟ عينيا يا فندم. تقوم بحاجه ثانيه يا فندم؟ ميرسي، شكرا. بقول لك بسرعه. اوكي يا فندم، بسرعة. اوكي. مساء الخير يا فندم. اهلا، ازاي؟ تمام يا فندم، حضرتك اخبارك عامل ايه؟ تمام يا فندم. انت كويس؟ نفس الاوردر بتاع المره اللي فاتت يا فندم؟ لا اوردر ايه المره اللي فاتت؟ انا عاوز كوبايه نسكافيه. تمام يا فندم. وممكن سندوتش جبنه. جبنه؟ لا والله يا فندم ما عندناش جبنه للاسف. طيب طب ممكن لحظه واحده؟ اتفضل يا فندم. يا لهوي يا حستي، يا نهار اسود. طب ممكن حضرتك اخد سندوتش واحد شاورما؟ سندوتش واحد شاورما؟ انا يا فندم. حاضر، تمر بحاجه تاني؟ لا شكرا. تمام يا فندم، شكرا حضرتك. شكرا. ازاي؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ازاي؟ اهلا وسهلا. اتفضل يا فندم، اتفضل. لا انا مستعجل، بس همشي على طول. انا بس كنت عطشان كده فقلت اشرب ميه. لتر يا فندم 8 جنيه يا فندم. 8 جنيه. 8 جنيه ايه؟ انا عاوز ميه عادي من الحنفيه، يعني كوبايه ميه. كنت عطشان اصلي وماشي كده. ها، ميه من الحنفيه يا فندم؟ حاضر، شكرا. حاضر يا فندم، شكرا. طب ما تتفضل. طب يا فندم. لا يعني مستعجل اصلا. اوكي يا فندم، اوكي. طيب والله انا من ناحيتي بحب اخر الشهر تكونوا كلكم قاعدين عم تحضرونا مفلسين، ما قادرين تعملوا شيء، ما قادرين تضحكوا. يلا بريكم نرجع ترونا. وين بدكم تروحوا اصلا؟ مين معه يمشي؟ يلا. السوشيال ميديا لجنون التلفزيونات، مقابلات غريبة عجيبة هيدا الأسبوع اللي مرق. تفضلوا شوفوا هالمقابلة على التلفزيون اللبناني. شو كلاس أنت بلسانك عم تقول إنه كليبات وقحة، بلسانك عم تقول إنه فيك، يعني أنت عم تقول نحن فاخترنا من الكليبات الوقحة الابتزال وفيهم إغراء وحطيناهم، أنت عم تقول كليبات وقحة مش أنا اللي عم قوله. رجا، أنا قدمت أعمال حلوة وتركت بصمتها وعلمت منهم ما ننتقى، بس انه تحطني بتصوير انه انا عم بستعمل المراه. استعملت المراه كسلعه للاسف، هيدا رايي. واحد مثلك سلعه. واحد مثلك سلعه؟ لا ما بسمح لك ابدا تقول لي هيك. ما بسمح لك تقول لي سلعه ابدا. وين الحات؟ ما بدي خي، ما بدي. انه خلص اعملوا لكات للحلقه خي. قال له واحد مثلك سلعه. خي داعي الفنان على مقابله لتقول له انت سلعه؟ ان شاء الله كان سرمايه خي، عشو مستضيفه ببرنامجك تتزله؟ واحد مثلك سلعه. طيب هون مذيع تخانق مع ضيف، معقول فنان يتخانق مع جمهوره؟ المطرب السوداني محمد الامين ما بده الجمهور يغني معه. للعائدين
تغنوا انتوا يا اغني انا. لا بجد يعني يا تغنوا انتوا يا اغني انا. انت استاذ هونيك خراس، انت يا استاذ شايفك عم تتمايلي، ثبتي وليه لك اصلا انا الحق علي جيت غني لكم يا بس شي بيضحك. بس معه حق يعني، عن جد اوقات الناس بتكون كتير ثقيله انه فنان كبير مثله، انه خلص خيي جننوه للزلمه. الفن تغير اصلا يعني، ما عادوا فنانين زمان قادرين يتماشوا مع متطلبات الجيل الحالي، حتى بالفن الشعبي اللي ناس بتعتبره فن هابط عدويه، فنان الشعبي القديم اللي كل الناس بتحبه بيعتبر الفن الشعبي الحالي. كيف اليوم؟ شو رايك اليوم مثلا بالاغاني اللي عم بي لو لعبت يا زهر الاغاني حلوين؟ لو لعبت يا زهر اعوذ بالله. مش اغاني دي اغاني شو يعني؟ اذا بتقول بكلمه واحده اغاني الغناء الشعبي اليوم شو بتقول؟ دي مش شعبي دي، دي ايه؟ دي القرف. دي القرف. قرف ايه خيي؟ منه قبلين. لو لعبت يا زهر خلص قرف. هلا انتبهوا، هو عامل غنية السح الدحن بو، ادي الواد لابوه، الواد عطشان سقوه. حزاره مين فنانه المفضل لعدوية؟ احمد عدوية عم بقول عن اغاني اليوم الفنانين الشعبيين قرف. مش كلهم. مين بيعجبك؟ بعجبني طبعا اولا ربنا. ربنا ربنا بيغني شعبي. اعظم فنان فنان عدوية برضه يا خيي كتر خيره يعني. العمر يعني كمان له حقه. عم يسأل مقدم البرنامج عن مقابلاته بلبنان وحبه للبنان، شوفوا شو قال له. يعني لبنان بعيش فيها يعني اكثر من بلدي. واو والله حتوعدك انت تنبسط هون. بس فيها جدا في لبنان، وعملت حلقه حلوه قوي مع الاستاذ غسان مطر الله يرحمه، كان توفى من 20 سنة. لا إله إلا الله، حرام مات. أيوة. إيه ده مات؟ حرام من 20 سنة وزعل، هلأ زعل عليه؟ بالنهاية الله يطول بعمرك وإن شاء الله تضلك عم تقدر تعطينا أغاني حلوة من الفن الشعبي الأصيل. تعرف يا عدوية انت اصلا شو بيلبق لك نغني لك وننهي حلقتنا؟ وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، اما العالم المتضايق انا لا ماليش في دول. وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، اما العالم المتضايق انا لا ماليش في دول.